وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الهلال بمكافأة وتكريم خاص في حال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزهم على السد بأربعة أهداف لهدف. أكد رئيس نادي الفيصلي أن إدارته رفضت تأجيل مباراة النصر في الجولة السادسة حفاظا على مصلحة النادي، لأنه سيؤثر سلبا كون أن الفريق يعيش حالة انتعاش. كما رفضت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين طلب نادي الاتفاق والرائد بتقديم مباراتهم المقررة في 7 ديسمبر المقبل. بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ألقى جوزيه مورينيو محاضرة تعنى في الجانب الفني في معهد إعداد القادة، والتقى عددا من الأطفال الموهوبين بكرة القدم في جدة. وبحسب تقارير صحفية تحصل فيصل الخزاع على حكم أصدره مركز التحكيم الرياضي ضد ناديه السابق الاتحاد بمنحه 1,600,000 ريال سعودي. أعلن مدرب العين الكرواتي إيفان ليكو عن غياب الثلاثي البرازيلي كايو كانيدو والجزائري عبد الرحمن مزيان والدولي محمد عبد الرحمن عن مواجهة الشارقة المرتقبة يوم الخميس المقبل بدور الخليج العربي الإماراتي. قررت بعثة الرجاء المغربي المبيت العاصمة الأردنية عمان بانتظار إصدار تصاريح للاعبها، حيث من المقرر مواجهة هلال القدس يوم الخميس المقبل على استاد فيصل الحسيني بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. على أن نتابع كامل التفاصيل في الصدى لاحقا. ونرحب بضيفي حلقة اليوم.